منذ ساعات الصباح الأولى بدأ المواطنون الأتراك بالتوافد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات وصفت بأنها الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث. المراكز الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة 8 صباحاً على أن تغلق في 5 مساءً، حيث سيصوت أكثر من 60 مليون مواطن تركي في 190 ألف صندوق متوزعة في كافة الولايات التركية بما فيها المتضررة من الزلزال، إذ أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنها خصصت مراكز مسبقة الصنع لهذا الهدف. عدد الأحزاب المتنافسة بلغ 24 حزباً، ويتنافس على منصب الرئاسة 3 مرشحين عقب انسحاب المرشح محرم إنجا، هم مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الشعب وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيلشتار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان. وزير الداخلية التركي سليمان سويلو وصف الإقبال على الانتخابات بالكبير جداً منذ الساعات الأولى مقارنة بالانتخابات السابقة، ما يعكس بحسب مراقبين أهميتها بالنسبة للناخب التركي. وعلى الرغم من حضور هاجس التخوفات من أي منغصات قد تعكر سير العملية الانتخابية كونها وصفت بالمصيرية من كافة الأطراف المتنافسة، إلا أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار أكد أن العملية الانتخابية تسير بدون أي مشاكل تذكر. انتخابات ليست كسابقاتها بحسب مراقبين، خصوصاً مع الاستقطاب غير المسبوق وحديث أبرز الصحف الغربية عن أهميتها وتأثير نتائجها على المنطقة وعلى العالم أيضاً.